اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم نظره عامه على الكتاب المقدس احنا تقريبا بنقترب من نهايه احداث العهد الجديد وزي ما تعودنا قبل كده وعملنا في الرحله الاولى الى بولس الرسول رحلته الاولى هنعمل مع رحلته الاخيره اللي مسجله في سفر الاعمال 27 و28 احنا هنهتم ونساعد بعض إزاي النظرة العامة تساعدني في النظرة القريبة جداً من كلمة ربنا اللي بتفتح الإصحاح واللي بتقرأ الآية وبالتالي بشكل عملي إزاي التاريخ اللي عرفته والجغرافيا اللي عرفتها تساعدني في تأملي أو في دراستي أو في بحثي في كلمة ربنا فخلونا نساعد بعض خلونا نفتح كلمة ربنا ونشوف إزاي نقرب من الرحلة إلى روما اللي عرفنا تاريخياً أنها حصلت ما بين سنة 59 و60 ميلادية فأنا عندي رحلته الأولى كانت من 45 ل 48 ميلادية، رحلته الثانية من 49 أو 50 إلى 53، 49 50 إلى 53، رحلته الثالثة من 53 إلى 57، الأخيرة دي تحرك 59 وصل سنة 60 إلى روما. إزاي رحلة تبتدي 59 رحلة في البحر من 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 المكان اللي كان فيه قيصرية إلى روما تاخد اكتر من سنه كما يبدو لنا يعني ازاي 59 توصل ل 60 هنعرف مع بعض خطوه خطوه ازاي الرحله دي ابتدت وازاي الرحله دي انتهت يعني هنعرف دي وهنعرف دي كيف بدات وكيف انتهت هذه الرحله عشان كده خلونا نقرا النص على الخريطه وبالتالي احنا بنقرا ده وبنقرا ده بنفهم ده وبنفهم ده وبالتالي بنطبق بشكل عملي الخريطه اللي احنا عرفناها كحوض بحر متوسط وعرفنا ان هو ده العالم بتاع بولس الرسول ازاي هذا العالم لان الخريطه دي بالذات اللي هي الى روما واخده كل المساحه وصل الى روما دي الرحله الوحيده اللي وصلت الى روما قبل كده كل الرحلات قبل روما بتنتهي احنا هنفتح مع بعض اعمال 27 وهنشوف مع بعض كيف نقرا هذا الاصحاح قراءه تاريخيه جغرافيه بنستخدم فيها النظره العامه اللي تعلمناها عشان يستفيد منها واحنا بنقرا نص وحيد او اصحاح وحيد في كلمه الله خلونا مع بعض نشوف هذه النظره وهذه الرحله اللي بتبتدي من اعمال 27 عدد واحد يعني احنا في اعمال 27 عدد واحد هنقراها كلمه كلمه انا مش بدأنا ان احنا هنوعظها احنا هنقراها لكن قرايه مبنيه على معرفتنا بحوض البحر المتوسط ومعرفتنا بالتاريخ يقول الكتاب فلما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا سلموا بولس وأسر آخرين إلى قائد مئة من كتيبة أغسطس اسمه يوليوس يبقى ده العدد الأولاني بولس كان محبوس ومسجون في قيصرية لمدة سنتين ظلم الراجل ده كان مظلوم ولما نرجع لأعمال الرسل صفحه يعني صح 25 و 26 نعرف إزاي الظلم وازاي فوستوس كان عايز يطلق سراحه وازاي هيرودس اغرباس بعد كده كان عايز يطلق سراحه يعني كل اللي شافه كان عايز يطلق سراحه لانه بريء لكن لانه رفع دعواه الى قيصر بحسب اعمال 25 كان لازم يروح الى روما ما فيش حد كان يقدر ينجيه لانه خلاص رفع دعوة ففي اجراء قانوني لازم يتم لازم يروح الى روما حتى لو بريء فيقول الكتاب فلما استقر الراي ان يسافر في البحر الى ايطاليا سلموا بولس واسرى اخرين الى قائد مئة من كتيبه اغسطس اسمه يوليوس فصعدنا الى السفينه واقلعنا مزمعين ان نسافر مارين بالمواضع التي في اسيا هو بيبتدي من قيصريه بولس كان مسجون هنا لمده سنتين بريء ما فيش حكم عليه بالعكس لو لم يكن قد رفع دعواه الى قيصر وده اجراء قانوني ما حدش يقدر يوقفه كان اكيد هيطلق حرا يطلق حرا اكيد لكن لانه رفع دعواه كان لابد يذهب الى روما لابد طبعا رحله طويله للغايه وفي ذلك الوقت ما فيش سفينه تقدر تاخد الرحله دي كلها ما فيش سفينه وبالتالي هم اخذوا سفينه وهيعملوا زي ترانزيت يعني يعملوا توقف وياخدوا سفينه غيرها هنشوفها بعد شويه ما فيش سفينه الخط السير بتاعها من قيصريه الى روما وبالتالي اللي هنشوفه بعد شويه انه في مكان هيقفوا فيه اللي هو ميرا هنا ويغيروا السفينه واقلعنا مزمعين ان نسافر مرينا بالمواضع التي في اسيا المقصود بها المواني والشواطئ دي يبقى الطريقه اللي هيمشوا بيها هي كده من هنا وهيكملوا كده لكن اول مكان هيقفوا فيه هو صيدا وبين صيدا وقيصريه 110 كيلو وهو تقريبا دي رحله يوم عشان كده يقول ايه واقلعنا مزمعين ان نسافر مرين بالمواضع التي في اسيا وكان معنا أرسترخس رجل مقدوني من تسالونيكي وانا عايز اكد ان الطريقة اللي بولس الرسول مشي بيها بعد كده والرحلة لاكتمالها هنكتشف ان الشخص ده ملوش اي ذكر بعد كده يعني كل دور أرسرخس في الرواية دي او في القصة دي او في هذا الاصحاح ان يكون شاهد عيان لوقا البشير من طبيعته انه دايما لما بيذكر حادثه لازم يجيب شهود عيان غيره هو يعني هو بيقول انا كنت مرافق على فكره لوقا هو الشخصيه الثالثه هنا فاحنا عندنا لوقا وعندنا بولس وعندنا ارسطرخس فطبيعه لوقا يحب يجيب شاهد معروف في الكنيسه فيقولوا لو انتوا التفاصيل مش عندنا او مش قادرين توصلوا لنا او مش متاكدين من صحه المعلومات في ارسطرخس رجل مجدوني من تسالونيكي اي من كنيسه تسالونيكي تقدروا تسالوه فده الشاهد الثالث او الشاهد الثاني مع لوقا وفي اليوم الاخر اقبلنا الى صيدا زي ما قلت ده بالظبط 110 كيلو 110 كيلو ما بين قيصريه وصيدا ودي السفينه تقدر تمشيها في ذلك الوقت في يوم واحد. طبعا السفينه تقدر تمشي 10 ايام و15 يوم كويس زي ما هنشوف بعد كده يعني السفينه تتعذب في البحر 14 يوم بعد كده. لكن اللي انا بقول هنا كانت واقفه تقريبا هناك. ما كانش بتتحرك السفينه في ذلك الوقت. وفي اليوم الاخر اقبلنا الى صيدا فعامل يوليوس بولس برفق ما نعرفش السبب ايه صراحه انا ما اعرفش السبب ايه الكتاب ما بيقولناش ليه يوليوس اتعامل مع شخص مقبوض عليه ومسجون وراح يتحاكم في روما برفق لكن انا طبيعه معرفتي بقى لبولس رسول وعبقريه هذه الشخصيه حتى لو هو مسجون وده نشوفه لما بيقفوا قصاد ولاه او حكام في قدره عنده على التواصل بولس رجل اجتماعي من الدرجة الأولى. بولس رجل مبادر، إحنا ما نعرفش هو بادر بإيه هنا. لكن بولس رجل العلاقات الأول. بولس شخص مش بيختفي وسط جماعة أو جوه كنيسة. بولس دايماً على اتصال بالعالم. كل أنواع الناس. فلاسفة، حكام، ولا أي شخص. بولس الرسول بيقدر يعمل التأثير ده. وبالتالي بنكتشف هنا إنه الشخص الوحيد ده أهم شخصية خلوا بالكم ده مندوب قيصر أغسطس قيصر يعني هو ده أهم من مالك السفينة أهم من ربان السفينة يوليوس هو ويوليوس هيكون ليه دور في النهاية عشان ينقذ بولس الرسول يعني يوليوس وبولس الرسول في قصة هنا إحنا مش فاهمينها لكن إحنا عارفين في بدايتها اهي في أول يوم يعني إحنا بنتكلم بعد 110 كيلو وهو في صيدا كانت العلاقة بقت اه ابتدت بينهم لدرجة إيه بقى أذن أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منهم، أصدقائه يعني الأخوة. بولس ما عندوش أصدقاء غير الأخوة. راح لكنيسة صيدا هنا وأخذ عناية خاصة. اهتموا به اهتمام خاص. وأذن أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منهم، طبعًا سواء راحة أو طعام أو ما شابه. طبعًا خلوا بالكم بولس لو لو راح لمكان لازم العسكري المسؤول عنه يمشي معاه. وغالبا بيبقوا على الاقل عسكريين وبعض المساجين بيبقى معاهم اربعه زي ما حصل مع الرب يسوع عند الصليب في اربعه ثم اقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرص كلمه من تحت قبرص يعني كده لا احسن تفتكروا انه من هنا لا من تحت قبرص يعني بيحتموا من العواصف اللي ممكن تيجي لهم من البحر هنا بقبرص فهم مشيوا بالشكل ده لان الريح كانت مضاده يعني الريح كانت شديده عكس اتجاهنا وبالتالي هم احتموا بقبرص مشيوا من تحت قبرص. وبعد ما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكيه وبنفيليه يعني بعد ما عبرنا المنطقه دي وعبرنا المنطقه دي عبرنا البحر الذي بجانب كيليكيه وبنفيليه انا بحاول اربط اللي احنا بنقراه في كلمه ربنا بالخريطه عشان نعرف فايده الخريطه عشان نقدر نتخيل الرحله ونقرب منها وتكون بالنسبه لنا رحله واقعيه او اقرب الى الواقع. وبعد ما عبرنا البحر الذي بجانب كليكيه وبنفيليه نزلنا الى ميرا ليكيه. نزلنا الى ميرا ليكيه اللي هي هنا دي. يبقى السفينه وقفت هنا ودي كان مقصد السفينه دي. يعني دي اخر مكان في الرحله لكن ليه؟ السفينه دي هتكمل بعد كده الى ادمراتية في بلد هنا ادرماتية البلد دي هي البلد اللي جايه منها السفينه لانه بولس والجماعه اللي رايحين لروما ما ينفعهمش الطريق ده فهم وقفوا هنا في المكان ده عشان يغيروا السفينه دي جنب ترواس يعني المكان ده جنب ترواس اللي احنا نعرفه يعني فعدد ستة فاذا وجد قائد المئه هناك سفينه اسكندريه جايه من اسكندريه جايه لي من هنا في سفينه جايه من هنا من اسكندريه مسافره الى ايطاليا في الوقت ده الامبراطوريه الرومانيه هي اللي بتحكم العالم كله كله بما فيهم مصر وبالتالي الجزيه اللي بتدفع في اللحظه دي كانت القمح يعني السفينه دي خارجه من اسكندريه رايحه بالجزيه السنويه لروما اللي هي عباره عن قمح يقول الكتاب فاذا وجد قائد المئه اللي هو اهم شخصيه هناك سفينه اسكندريه مسافره الى ايطاليا ادخلنا فيها يبقى هم غيروا السفينه بولس والأسرة الآخرين بولس والجنود اللي ماسكينه وبيحرسوه كل دول رجعوا وطبعا ولوا وارسترخس كل دول غيروا السفينة وركبوا السفينة اللي رايحة إلى روما فعدد سبعة ولما كنا نسافر رويدا رويدا ببطء شديد ليه الريح معاكسة خلوا بالكم غالبا المدة شوفوا المدة دي يوم واحد المدة من صيدا إلى ميرا تقريبا أخذت 15 يوم ولما بيقول ان احنا مرينا على كليكية وبنفلية غالبا ان هم وقفوا في الشواطئ دي يعني كل يوم كانوا بيقفوا في الشاطئ طب ليه ميرا ذكرت لان في ميرا هيغيروا السفينه لان في ميرا هيغيروا السفينه وبالتالي هنا كان لازم يقول لنا هم مشيوا ازاي لكن لما نرجع للتفاسير المكان ده بس اخذ 15 يوم مع انه كان ممكن ياخد اربع ايام نتيجه ان الريح كانت شديده وكانت عكسيه كانت مضاده زي ما بيقول الكتاب ولما كنا نسافر رويداً أياماً كثيرة بالجهد يعني بالجهد يعني بصعوبة وكلمة بالجهد بتيجي في عدد سبعة وتيجي في عدد ثمانية وتيجي في عدد ستاشر بتقول لنا الرحلة دي كانت صعبة قد إيه؟ لازم نحط دايرة عليها دي الرحلة دي كانت صعبة على البحارة وعلى الأسرة وعلى الجنود وعلى كل إنسان فيها سواء في المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية ولما كنا نسافر رويدا اياما كثيره بالجهد صرنا بقرب كنيدس شايفين المنطقه دي بس دي شوف المنطقه دي بس من هنا لهنا من ميرا الى كنيدس اللي هي المفروض تاخد يوم يقول الكتاب اياما كثيره احنا في يعني في مكان كل حاجه عكسانه كل حاجه ضدنا ولم تمكننا الريح اكتر يعني في وجود الريح ما قدرناش نعمل اكتر من كده ده اقصى مجهود قدرنا نعمله ده اقصى مكان قدرنا نوصل له وبالتالي وصلنا الى كنيدس بعد ايام كثيره بعديها يقول ايه لم تمكننا الريح اكثر سافرنا من تحت كريت بقرب سلموني ولما تجاوزناها بالجهد جئنا الى مكان يقال له المواني الحسنه التي بقربها مدينه لسائيه دي مدينه لسائيه هنا على فكره يا جماعه هم عدوا سلموني دي واقتربوا من هنا ووصلوا إلى المواني الحسنة. المواني الحسنة هي المكان اللي وصلوا له بردك بعد أيام كثيرة وبعد جهد كثير، الجهد موجود في عدد سبعة هنا والجهد موجود في عدد ثمانية هنا. فنقرأ الكتاب ونحط كلمة بالجهد على سبعة وعلى ثمانية. يقول في عدد تسعة بقى: "ولما مضى زمان طويل" إيه اللي مضى؟ زمان طويل. مش أيام كثيرة. يعني التعبيرات دي دقيقه جدا لان هنعرف بعد كده نتيجتها، احنا هنحسبها بعد شويه مع بعض. ولما مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطرا، إذ كان الصوم ايضا قد مضى. ايه الصوم ده؟ الصوم ده مذكور في لوين 16 بس. ده يوم الكفاره. واليوم ده هو اليوم اللي حصل فيه حرب اكتوبر. بالنسبه لنا معروفه سواء في سوريا او في مصر معروفه حرب اكتوبر في السادس من اكتوبر. اليوم ده بيجي 5 اكتوبر او ستة اكتوبر. ما بيجيش 15 اكتوبر، ما بيجيش في نوفمبر، ما بين 5 و6 اكتوبر. واليوم ده كل اليهود بيصوموه. وبالتالي بولس كان بيصوم. ما فيش حد ما بيصومش اليوم ده، مهما كانت مذهبه. وعشان كده بيقولوا: اسكان الصوم هو الصوم الوحيد" يعني كل اليهود بيصوموه اليوم ده اللي هو يوم الكفارة، هو صوم يوم واحد في السنة في 365 أو 366 يوم، ده اليوم ده إجباري، ما فيش يهود مش بيصوموا. ونرجع طبعا عشان نعرف تفاصيل أكثر عنه في لويين 16 من عدد 29 ل 34 في خمس ست اعداد بيشرحوا يوم الكفاره ده لكن إذا كان الصوم ايضا قد مضى جعل بولس ينذرهم ده اول تدخل لبولس في الرحله بولس هيتدخل ثلاث اربع مرات في الرحله وهو اسير لكن لو انه اسير بقى مع انه اسير لكن هو ايه خبير بولس ده المكان ده زيه زي اكبر بحار بولس عايش في المكان ده على طول احنا لم نعرف بولس الا في البحر المتوسط وبالتالي عارف المواعيد وعارف الاخطار فيقول كتاب جعل او بدا بولس ينذرهم قائلا ايها الرجال هنا بيتكلم من اول قائد المئه لغايه وانت نازل لتحت ايها الرجال انا ارى ان هذا السفر عتيد ان يكون بضرر وخساره كثيره ليس للشحن يعني الحموله بتاعت القمح والسفينه فقط بل لانفسنا ايضا احنا مهددين طب هل بولس الرسول بيتكلم الكلام ده بعد ما ملاك الرب جه اعلن له مثلا لا بولس هنا بيتكلم بخبرته مية في المية مية في المية انا عارف ان في نوه بتيجي في الايام دي انا عارف ان في صوب انا عارف ان في خطر في الوقت ده هيجي بعد شويه بقى ملاك الرب يجي يكلمه وهيقول لهم ملاك الله الرب الذي انا اعبده قال لي كذا وكذا، ماشي، لكن في اللحظة دي لا بولس بيتكلم بخبرته. كل واحد فينا عنده خبرة في مجال ما. عشان كده بنرجع بنشوف بقى بولس الرسول هنا وهو بيكلمهم ليه بيقول لهم الكلام ده؟ خلينا نشوفه مع بعض. خلينا نشوفه مع بعض. من 15 سبتمبر من كل عام من خم... 15 سبتمبر من كل عام السفر في البحر خطر هي أقل من خطر شوية من 15 أكتوبر السفر في البحر للضرورة القصوى وطبعا خطر اكبر من الخطر اللي هنا، خطر جدا. من 15 نوفمبر يمنع تماما السفر في البحر لمده ثلاثه اشهر على الاقل، يعني ممكن تزيد عن كده. فغالبا من هنا لغايه 15 فبراير. المده دي ممنوع فيها السفر في البحر تماما. الا في اعمال الحرب ممكن. يعني غير كده ممنوع هو. وبالتالي احنا بنتكلم في 5 اكتوبر هنا. لكن حتى الكلمه دي مش دقيقه خلي بالكم ليه؟ لانه الكتاب بيقول لنا ايه؟ إذ كان الصوم ايضا قد مضى يعني بعد 5 اكتوبر يمكن 10 اكتوبر يمكن 15 اكتوبر بولس تدخل وقال لهم السفر مش ضروري. السفر مش ضروري لان يوم الكفاره عدى لان 5 اكتوبر عدت لكن خلونا نرجع نشوف النص بيقول ايه ولكن كان قائد المئه ينقاد الى ربان السفينه والى صاحبها طبعا غالبا صاحب السفينه ما بيسافرش في السفينه الوكيل بتاعه يعني كان قائد المئه ده عمل لجنه ثلاثيه جوه السفينه بعد ما بولس انظرهم وقعدوا الثلاثه وقائد المئه هو اللي هياخد القرار لانه هو اهم شخصيه فقائد المئة انقاد ارتاح لرأي ربان السفينة الرجل كبير الملاحين بقى الرجل اللي بيقول له لا ما فيش خطر وإلى صاحبها أكثر مما إلى قول بولس يعني هو راجل وزن الرأيين وأخذ برأي واحد اللي هو ربان السفينة وصاحب السفينة اللي طبعا عايز يوصل بسرعة إلى المكان بتاعه ولأن المينا المينا دي اللي هي المواني الحسنة دي لأن المينا لم يكن موقعها صالحا للمشتى يعني صعب نعدي كل الوقت ده من كل الشتاء ده نقضيه في مكان مفتوح. الموانئ الحسنه دي مفتوحه. يعني الريح شديده مش هنقدر نعيش الثلاث اشهر دول. ولان المينا لم يكن موقعها صالحا للمشتى يعني تمضيه الشتاء فيها استقر راي اكثرهم ان يقلعوا من هناك ايضا عسى ان يمكنهم الاقبال الى فينيكس. الرحله دي اقل من يوم. الرحله دي تاخد ساعات قليله يعني غير الرحله من قيصريه الى سا... من مواني الحسنه الى فينيكس دي تاخد ساعات قليله جدا على فكره ربان السفينه في الحاله دي وصاحب السفينه او وكيل السفينه ما كانش رايهم ان احنا نروح لغايه روما لا ده بس احنا عايزين نروح لفينيكس عشان موقعها كمشتة افضل عايزين نقضي الثلاث اشهر هنا يقول الكتاب عسى ان يمكنهم الاقبال الى فينيكس ليشتوا فيها عشان يقضوا الشتاء فيها فهم موافقين بولس الرسول ان احنا مش هنقدر نوصل لغايه روما لكن بولس كان بيقول لهم خلونا هنا ما نحاولش حتى نوصل الى فينيكس لان مش هنعرف نوصل لها مش هنلحق نوصل لها وبيوصف فينيكس دي انها مينا في كريت تنظر نحو الجنوب والشمال الغربيين بتنظر ناحيه الجنوب والشمال الغربيين انتوا عارفين الغرب هو هنا والجنوب هنا فاحنا بنتكلم عن الموقع ده ازاي بيوصفه شوفوا الخدعة اللي جاية بقى بعد كده اللي جاية دي فلما نسمت ريح جنوب الريح الجنوب اللي جاية لي من هنا دي ده الجنوب اللي هي بقى من السعودية من مصر مش جاية لي من الغرب مش جاية لي من جاية من الجنوب فالريح الجنوبية اللي جاية دي خدعت ربان السفينة والملاحين اللي معاه فلما نسمت ريح جنوب يعني نسمت يعني خفيفة جات لي ريح خفيفة غير الريح اللي قبل كده ظنوا انهم قد ملكوا مقصدهم يعني هيقدروا يوصلوا لغايه النقطه بتاعت فينيكس دي دي ساعتين ثلاثه فرفعوا المرساه بعد ما كانوا وقفوا في الموانى الحسنه رفعوا المرساه واتفقوا يعني بداوا كلمه اتفقوا يعني بداوا يتجاوزون كريت على اكثر قبر يعني ايه اكثر قبر يعني حاولوا يكونوا ملتصقين بكريت ما يبعدوش عنها عشان في اي لحظه يقدروا يدخلوا فيها تاني يعني حاولوا يكونوا على قد ما يقدروا قريبين من الجزيره مش بعيد عنها قادرين يشوفوها مش بعيد عنها في عدد 14 بقى لكن بعد قليل هاجت عليهم ريح زوبعية ما كملتش بعد قليل يمكن بعد دقايق يمكن بعد ساعة لكن بعد قليل هاجت عليهم ريح زوبعية يقال لها أورو كليدون وأورو كليدون كلمة هاجينة يعني أورو كلمة يونانية وكليدون كلمة لاتينية والمعنى بتاعها ريح شرقية شمالية. الأولى كانت إيه؟ ريح جنوبية. الأولى كانت ريح جنوبية ونسمة خفيفة. المرة دي ريح زوبعية وجايالي زي ما بيقول أوركليدون يعني شرقية شمالية. فشديدة جدا. يقول الكتاب فلما خطفت السفينة وخطفت يعني ضربت بعنف من الريح لم يمكنها أن تقابل الريح. وهنقف عند هنا. هنقف عند هنا. احنا كده مش في منتصف الرحله احنا في اقل من منتصف الرحله السفينه اللي كانت فاكره انها ملكت مقصدها السفينه اللي كانت فاكره انها تقدر توصل الى فينيكس وهي على بعد كيلومترات من المواني الحسنه بتدخل ريح شديده بتضرب السفينه والسفينه مش بتقدر تقابلها انا حس... يعني هنتظر معاكم الجزء الثاني من الرحله دي عشان نشوف ازاي الرحله دي كملت ده احنا لسه في بدايتها الرحله حقيقيه هتبتدي من دلوقتي الصعوبه بتاعت الرحله هتبتدي دلوقتي وانا بقول كلنا في رحله الحياه بشكل او باخر بالناس اللي بنستشيرهم سواء كان ربان سفينه سواء كان صاحب السفينه كلنا الناس اللي حوالينا كله الكبار والصغار اهل بيتنا والناس اللي حوالينا اللي بيرشدونا في كل الاحوال عايزين نتاكد من النصيحه مش عايزين نستعجل دايما. عايزين نتاكد ان الخبره اللي بتكلمنا واللي كان بولس بيتكلم بيها، بولس ما كانش عنده قصد انه يعطل السفينه عشان ما يروحش روما، لا. بولس ما كانش عنده مصلحه لكده. بولس بيتكلم باخلاص، كان بينذرهم بقوه، مع انه اسير. وبولس من هنا بيعلمني بقى ازاي اقدم النصيحه بتاعتي، اوقات بقوه طالما في ضرر وفي خطر على روح الناس اللي انا بكلمها دي. في ناس حوالينا هتموت وفي ناس بتموت. ومحتاجه كلمه كلمه مليانه بالمحبه والحزم ايضا اشكركم والى اللقاء في الجزء الثاني من هذه الرحله الى روما